وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. أهلا بك سيدي الكريم في نشرة الثالثة. لو نتحدث عن الدعم الحكومي لعملية التحول الرقمي الشامل في مملكة البحرين. يا أهلا، مساء عليكم بخير والسادة المشاهدين. بداية اسمح لي أود أن أرفع أسميات التهاني والتبريكات لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مناسبة احتفالات مملكة البحرين بالعيادة الوطنية. مثل ما نعرف يعني عملنا ينطلق من رؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة وتبنيه التحول الرقمي واستثمار التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مختلف المجالات. وفي إطار التوجيهات السديدة لحكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي عهد رئيس مجلس الوزراء، العمل يعني سنة عن سنة طبعا في كثير من الإنجازات. السنة هذه لله الحمد احنا وصلنا اليوم حوالي 750 خدمة في مختلف القنوات، عبر البوابة أكثر من 500 خدمة، وعندنا بقية القنوات فيها بقية الخدمات، إضافة إلى يعني ما يقارب 470-75 خدمة على مواقع الوزارة. سنتكلم عن ما يقارب 1000 يمكن 200 خدمة موجودة على مختلف القنوات. هذه حقيقة إنجاز كبير، بلغت من خلال مملكة البحرين 94% في نسبة التحول الإلكتروني، ونسبة الاستخدام أيضا تفاقت 90%، وهذه نسبة تعتبر جدا كبيرة وساهمت في توفير في التكلفة للمواطن الحكومة. نحسب طبعا احنا كل خدمة نسبة توفير التكلفة وبعدين ناخذ المعدل حوالي 90% وتوفير الوقت 68%. كان من خلال هذا العام طبعا تطوير منصة المدفوعات، إضافة السامسونج باي ومختلف قنوات الدفع ما بتكلم يمكن فيها بالتفصيل، لكن تم تطوير منصة الوطنية مدفوعات بشكل كبير وإضافة مدفوعات جديدة بأساليب جديدة أيضا. إضافة لذلك في عدد من الأنظمة الوطنية تم تطويرها، ويمكن انعكاس هذا الإنجاز بشكل كبير على تقرير الأمم المتحدة اللي تم إصداره هذا العام بحصول مملكة البحرين على المملكة على المرتبة 18 عالميا، وتقدم 36 مركز. يمكن أكثر دولة على مستوى العالم تقدمت في التقرير هي مملكة البحرين، ونسبة جاهزية بلغت 92% إجمالا، وجميع المؤشرات الرئيسية والفرعية تقدمت في المملكة بشكل جدا كبير وسابقة يمكن ما حصلت في السابق. كل ذلك بفضل الدعم الكبير للقيادة لله الحمد، وحققت من خلال مملكة البحرين هذا الإنجاز الكبير. نعم بلا شك، يعني مملكة البحرين تتميز في بنيتها القوية في قطاع الاتصالات و التكنولوجيا سيد محمد. يعني وشهد العهد الزاهر لسيد جلالة الملك المعظم يعني تطوير الكثير من الخدمات وتحولها إلكترونيا، وكذلك إنجازات كبيرة حقيقة جعلت البحرين من الدول المتقدمة جدا في مجال يعني في المجال التقني والتحول الرقمي. لو انت تحدث يعني خلال يعني هذه السنوات، يعني ما هي اهم وابرز المبادرات والانجازات في قطاع التحول الرقمي، وايضا ما هي ابرز المؤشرات التي تتصدرها مملكه البحرين عالميا؟ نعم طبعا، يعني هناك قرارات استراتيجيه اتخذتها مملكه البحرين، على سبيل المثال الحوسبه السحابيه اولا، واللي انتقلت في مملكة البحرين إلى الحوسبة السحابية بشكل كبير، وصلنا إلى أكثر من 70% من مختلف الجهات الحكومية، وأثر ذلك في يعني سرعة تطوير الخدمات في حكومة مملكة البحرين. يعني بدل ما احنا كنا ناخذ 60% من وقت في بناء البنية التحتية، اليوم البنية التحتية ممكن نبنيها في أسبوع من سنة إلى سنة ونص، هذه اختصرناها. بالتالي العمل يصير مباشرة على تقديم الخدمة، ما يهم الناس ما يهم المستثمرين. هناك طبعا أنظمة يعني تعتبر حيوية جدا، مثلا نظام بنايات وتصاريح وتخطيط لما يتعلق بالبنية التحتية ورخص البناء والأمور المتعلقة بالتخطيط. هذه توفر طبعا ملايين الدنانير وتقلل الوقت اللي تساهم في جذب المستثمرين بشكل كبير. نظام سجلات مثلا يعتبر من الأنظمة الرئيسية والمهمة جدا، نعمل مع وزارة التجارة اللي أتمتت عمل 60 جهة حكومية من خلال منصة واحدة، وتم تقديم الخدمات فيها، وأيضا تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي. المؤشرات طبعا احنا يمكن ذكرنا البنية التحتية للاتصالات مثل ما ذكرت، اليوم مملكة البحرين
تتبول مرتبة 11 عالميا. بقية المؤشرات كلها تعتبر البحرين في الريادة. الأمم المتحدة تقديرها لجهود مملكة البحرين وما وصلت إليه، وتعتبر من ضمن فئة الدول الرائدة في هذا المجال. راح نطلق بكرة التوأمة الرقمية مع الدول عشان البحرين تساهم في مساعدة هذه الدول. معانا يمكن عدد من الدول الآن في فترة تجريبية، تونس وجزر القمر موجودين معانا، وراح نضيف عليها دول أخرى أيضا يعني في الفترة القادمة قريبة جدا. نعم. في حزم من الخدمات راح يتم إطلاقها خلال الأسابيع القادمة، ضمن التزامنا بإطلاق الخدمات خلال هذا العام 100 خدمة. وأيضا عدد من التطبيقات، هي تطبيق حكومتي وتطبيق يمكن المفتاح الإلكتروني المطور وعدد من المنصات، كلها إن شاء الله راح يتم إطلاقها خلال الفترة القريبة القادمة بناء على ما تم. نعم. نعم، شكرا جزيلا لك سيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.